ونركز مع هذا الشبل اللي واضح ان هو يعني متعدد المواهب ومتعدد الهوايات، وهو من شوية قال لي ان هو بيحب الكورة. قول لي انت بتحب مين في الكورة؟ محمد صلاح. تحب محمد صلاح؟ طب ليه بتحب محمد صلاح؟ عشان يلعب. علي صوتك. علشان ايه؟ عشان بيلعب. عشان بيلعب كويس. اه. وعشان بيجيب اجوان كويس. اه. طب انت لما تكبر نفسك تبقى زي بابا، تبقى بطل، ولا وكان نفسك تبقى بيلعب معايا في الكرة اللي هو اشتريها لي. بابا كان بابا بيلعب كان معاك بيلعب كورة. معاك. كان في البيت وهو اشتريها لي. اشترى لك كورة؟ اه. وانت بقى بتحب تلعب كورة؟ طيب كنا نلعب مع بعض. طب تحب تقول حاجة لمحمد صلاح اللي انت بتحبه؟ تحب تقول له ايه؟ التيشيرت بتاعه. انت عايز التيشيرت بتاعه. انت عارف هو بيلعب في نادي ايه؟ انا اشوف عم محمد صلاح اهو. هو بيضحك لك اهو. انت عارف الكابتن محمد صلاح بيلعب في نادي ايه؟ نادي منتخب مصر. برافو والله. برافو ايه ده؟ برافو عليك. برافو ده عليك. ده قال حاجه حلوه قوي. منتخب مصر. هو طالع وطني يعني، واخد بالك؟ كل حاجه في رمضان يعني بالنسبه وخد للدوري كاس الانجليزي العالم. مش مشكله. لا شوف الحته الثانيه. نعم. انا عارف كاس العالم. هيلعب في كاس العالم. ايوه. اللي هي بعد كام شهر كده. وتفتكر ان مصر ان شاء الله هتكسب في كاس العالم؟ وهتشجع مصر وتجيب العلم ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. وهتحتفل بالكابتن محمد صلاح وبالمنتخب كله طبعا. صح. هو شاف الرئيس وهو ماسك الكاس. في الندوه شافه وهو ماسك الكاس. كان ماسك الكاس للرئيس وسالني عليها بعدها وفهمته ان ده كاس العالم. الايه بقى في الندوه التثقيفيه. حلوه الحكايه دي، انا ما سمعتهاش. لا في نهايه كان نهاية الندوة الاحتفالية بتاعت يوم الخميس. كان نهاية اللي هي الندوة التثقيفية. كان رفع الكاس وعمر ما كانش فاهم يعني ايه كاس العالم، ففهمته ان كل منتخب باسم دولة، باسم مصر مثلا وباسم كل الدول بيلعب، واللي بيفوز بينجح بيبقى البطل هو اللي بياخد كاس العالم. فهو من ساعتها مقتنع ان محمد صلاح هيجيب كاس العالم. يا سلام. الكاس لما جت مصر، لما عملت جوله حوالين العالم وحطت الرحال في مصر، فكان زي ما تقول فال حلم. لما الرئيس قال له مش بعيد على ربنا، يعني في اشاره ان احنا مين يعني احنا نتمنى ان احنا يعني نأدي كويس ويبقى شكلنا حلو، تمثيلنا مشرف، ويبقى تمثيلنا مشرف، وصلاح وزملائه كمان يبقوا كده منورين كشباب مصر. وانا اعتقد ان رساله عمر وصلت لصلاح من البرنامج، ومين عارف يجوز يا عمر ان شاء الله تلاقيه باعت لك التيشيرت او مكلمك، ولو حصل حاجه زي كده يا ريتك تقولوا لنا عشان ان شاء الله نصوره ان شاء الله ونزعها عندنا في البرنامج ان شاء الله.